هل الساحر يكفر بجميع أنواعه الصغيرة والكبيرة؟ اي نعم، الساحر يكفر. قال جل وعلا: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأن اليهود اتهموا سليمان بأنه يسحر نبي الله، اتهموه بأنه يسحر، قبحهم الله. الله برأ نبيه، قالوا ما كفر سليمان يعني ما سحر، عبر عن السحر بالكفر. نعم.